توضيح بسيط لإخواني أخواتي النواب خصوص قانون الأمن الغذائي. البعض يصور يعني إحنا يعني شلون كاتلين نفسنا على هذا القانون أو نريد شرعه وكأنه عنادا. أخواني من خلال طلب الحكومة، أولا قانون يجي من الحكومة، إحنا مطالبين من عندهم. ثانيا هو الفقرات اللي إحنا مطالبين بها وقعدنا في اجتماع الكتل وأنا كان رأيي واضح، كانت المبالغ الموجودة مبالغ عالية وكبيرة، ولذلك إحنا قنناها وأنا كنت طالب أن تقلل للنصف وفقط تختصر على فقرات محددة اللي هي البطاقة التموينية، لأنه لا يمكن أن تصرف البطاقة التموينية للمواطنين وللفقراء إلا من خلال قانون الموازنة. موازنة ماكو، الحكومة ماكو، صراع بين الأحزاب والكتل ما بنشكل حكومة. زين ننتظر كيف أنه تمول البطاقة التموينية، شلون توصل حصة تموينية للفقراء؟ هسه الناس المدراء العامين والوكلاء والوزراء والبرلمانيين ما محتاجين هذه، لكن إذا نبقى بصراعنا وما نوفر البطاقة التموينية، حكومة ما من حقها تصرف، شلون نحلها؟ بطاقة تموينية. القضية الثانية الرعاية الاجتماعية، إن شملوا آلاف الفقراء اللي ينتظر 150 ألف دينار بالشهر وما عنده قوت يومه، شلون هذا يقدر توصل له الرعاية الاجتماعية؟ الحكومة تقول لك ما عندي ما أقدر أصرف وماكو قانون موازنة. ننتظر إلى أن يكون توافق بين الأحزاب وتشكل حكومة، يجوز بعد سنتين يجوز أربعة ما تشكل حكومة، ننتظر إحنا ذول يظل بهذه معاناتهم؟ معقولة هذا؟ أنا استغرب من طرح بعض زملائي وزميلات النواب. الكهرباء، الكهرباء مطلوب من عدها، ويجا وزير الكهرباء هنا وطلب 5.5 تريليون لتسديد الديون ولاستيراد الغاز. إذا ماكو ما شرعنا قانون وماكو موازنة، ماكو كهرباء، تقبلون يعني تبقى الناس بدون كهرباء؟ والكهرباء هي عصب الحياة في البلد. مستحقات الفلاحين، ترى هذه الفقرات ولا نسمح بإضافة أي فقرة فيها فساد. أنا كل يقين أعضاء مجلس النواب زملائي وزميلاتي حريصين على أن يشذب هذا القانون من أي فقرة يشوبها الفساد. إحنا جايين نشرع شيء للناس، وإلا مو كسب اليوم من شرعت هاي الكتلة أو اندفعت هاي الكتلة، هو مو كسب لهذا الحزب هاي الكتلة. إحنا نتكلم عن أعضاء مجلس نواب مسؤوليتهم القانونية والشرعية. المواطن ينتظر من يقدم له شيء، ينتظر أنه ما ينتظر الصراعات والخلافات وتشكيل حكومة، يريد بطاقة تموينية، يريد كهرباء، ويريد الرعاية الاجتماعية. هاي أبسط شيء نقدم لهم، أما الأمور الأخرى فهي ماشية تصرف على 1/12. فتوضيح لكم إخواني حتى أن لا يكون هناك لبس لبعض الجهات أو ما نشوفه بالتواصل الاجتماعي، هذول مستقتلين وذولا لا رافضين. إذا ترفض كن عندك أسبابك، أما أنت ليش تريد القانون؟ هاي الأسباب، هاي للتوضيح طبعاً.